سنويا كتقام هنا احتفالات و أنشطة كتعلق بالثقافة الأمازيغية والثقافة المغربية بشكل عام. والهدف ديال هاد الأنشطة وهاد الاحتفالات هو أنه أولا من جهة هو أنه الأمازيغ والمغاربة بشكل عام يعني يكونوا باحتكاك مع الثقافة ديالهم المغربية المحلية ديال المغرب، ومن جهة ثانية زعما يعرفوا ويعطوا واحد الصورة زينة للثقافة ديالنا المغربية والأمازيغية كانت عربية. وفي هذا المجال الأمازيغي يعني يهتموا بالخصوص بالثقافة الأمازيغية باش يقربوا هذه الثقافة للناس الأهالي والناس المحليين. وفي هذه الحالة كان الناس القطرة الحمد لله. كيف هذا العام؟ كيف اللي فات؟ بحال ما ناقصه والو. انا لا والو الموسيقى وكاين المسرح. كاين الموسيقى اللي كاين، حنا عندنا جروب وغنتوكم من بعد وسمنا اليوم يعجبهم الشيء اللي غندير. شكرا شكرا. يعني الثقافه الدلاله يعني فرقه الرصاص اسيان ودا شباب من بناء من لذا داود من داود تنمي مشان من العلم يلاط من الحر نرد مشان لحوسنا الحات من ذا نيجان ذي مشان لأن المشي تبع السيرية في ترو تقاسي ذا من جنوب ذا بعدين أوروبا مالت أمريكا تفضل أيضا نجرا في السيرية ذا يمزرنا أو يغلب في الدنيا الحات أشكر جيت وزيد من أجل يزود نصما رقليه ولا ذا السيرية تمزاج يانا كمدينة مزير مش كيف أنا نقدس عين المياه المغرب المزيان تنسيس كان ضامن جاينا هو رفض شو رفض نوي أشوي الداء تنسيس سبب الأرض في زرع ويون نيف نوي أفرجنا سنة كيف أشي كيف تنسيس عين المياه وراح أول تبعت ثورة من ضلع ورث دام سنة ما تبعت الشيء ده وتحا أدي سلام ويجاد يجاد مشكل ضرب يخدم أخر حتى رفض يروح في زرع ويون جلس في المغرب ما يتمزج ده وجود ده بس سنة وراح نرفض المزرع ورث ما يتمزج من ده.